بس أنا برأيي أنت لازم تريح راسك. تعرف شلون؟ بأنك تقتله بإيدك. لك أنت شو هذا اللي عم تحكيه؟ بس هاي هي الفرصة المناسبة. أيوة، هو عندك وبأي لحظة فيك تفوت وتخلص عليه وتزته للكلاب. اقتله وهو ببيتي كمان؟ لا تكون جبان، هاي فرصة من ذهب، كلها رصاصة واحدة وبترتاح بعدين. وطبعا مستحيل انه حدا يقدر يشك فيك، صدقني. يشكوا بالمسلحين بالجبل. هاي فرصتك الوحيدة لتخلص منه. وإذا بدك في عندي سلاح من تبعات الجبل. المختار معه حق، أنا لازم أستغل الفرصة وخلص عليه. هلأ معقول ما عندنا غير هاي الأدوية؟ بس هدول البقيانين. في عندي معجون إن شاء الله بيفيده، رح روح جيبه وارجع. طيب شو الحل هلأ؟ وضعه خطير كتير، صاير معه نزيف داخلي وبده عملية. كأنه بلش يصحى. حبيبي انت عم تسمعني؟ دكتور طارق، هذا انت؟ هذا انا. اللي ان شاء الله صرت منيح. بفضلك يا بطل. ذكرتني دكتور، مو هيك؟ اي اكيد. يسلموا ايديكي. خير، ليش عم تبكي؟ امير الصغير ضاع مننا. مين قال انه الموت هو ضياع يا بنتي؟ هو افتراق مشان اللقاء. الله يجعل مسواه الجنه. الله يرحمه. والدكتور كيف صار؟ منيح، لساته عند امير. لكن نحن رح نروح نخبر اهله للولد. مساكين، والله مصيبتهم ما لها سهلة. الله يعينه. وأنا رايحة. روحي بنتي روحي. يا رب. هيك بدنا نضل؟ لكن معقول ولدي يموت بسبب واحد ما بنعرف قرعت أبوه منين؟ وناس بيسلوا فرنجين صارت تفوت على بيتنا، ومن شان الطيبولة الدكتور قتلتوا الولد. يكون بعلمك هالمسخرة اللي عم تصير من تحت راسك.